السلام عليكم متابعينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض صنف حلويات سريع واقتصادي ومحشي وبطريقة جميلة جدا. طبعا بمناسبة دخول المدارس خلاص على الأبواب، اعملي صنف الحلويات ده لولادك بإذن الله هيعجبهم. صنف حلويات سريع مش هياخد معاكي وقت وهتعمليه بكمية كبيرة. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك، ويا ريت اللي تعجبه الوصفة ما ينساش دعمكم لينا باللايك، واللي أول مرة يشرف قناتي بالزيارة يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف مقادير وصفتنا ايه. قبل ما ابدأ في مقادير الوصفة بشكر كل الناس اللي سألت عليا الفترة اللي فاتت، وبعتذر طبعا عن فيديو البقلاوة اللي نزلته بدون صوت. النهاردة بناء على طلباتكم بنزل الفيديو بصوت، وطبعا هنا زي ما قلت لكم بعتذر الفترة اللي فاتت على الغياب. يلا بينا نسمي الله وهنشوف مقادير وصفتنا. زي ما احنا شايفين بمقدار بيضتين بس هنعمل كمية كبيرة من البسكوت وهيعجبكم بإذن الله. مقادير وصفتنا زي ما احنا شايفين هنحتاج عدد 2 بيض عليهم رشة فانيليا، هحتاج كمان كوباية من السكر وعليهم كوباية من السمنة أو كوباية من الزبدة، وهحط كمان نص كوباية من الزيت ونص كوباية من اللبن. دي كل المقادير السائلة اللي احنا محتاجينها في الوصفة بتاعتنا. مقادير سريعة جدا هتعمليها وهتعملي صنف حلويات زي ما قلتلك جميل جدا. هحتاج بعد كده مقدار نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هضيفها على الخليط وهقلب كويس. بعد كده اخر خطوة بقى اللي انا هحتاجها وهو الدقيق. هبتدي اضيف الدقيق بالتدريج زي ما هنشوف مع بعض. طبعا هنا احنا خلطنا الاول كل المكونات الاساسية الاول اللي هي المكونات السائلة كلها مع بعضها، خلطناها كويس لحد كل المكونات ما تجانست تماما. بعد كده ابتديت بقى اضيف الدقيق بالتدريج لحد ما ياخد القوام العجينة اللي انا محتاجاها عشان اشكل بيها البسكوتة بتاعتي. هنشوف دلوقتي قوام العجينة اللي احنا محتاجينها عشان نستخدمها في التشكيل. زي ما احنا شايفين ادي القوام ده اللي انا محتاجاه، ومبقدار بيضتين بس باذن الله هتعملي كميه كبيره وهتعجبك الوصفه ان شاء الله. ده مقدار العجين اللي احنا محتاجينه، وهي طبعا هنا ادي ده القوام اللي انا محتاجاه. البسكوته بتاعتنا هنحشيها بطريقه مختلفه وسريعه جدا زي ما قلت لكم. هجيب كميه من بسكوت الاوريو، وهنا هبتدي احشي بيه البسكوته بتاعتي زي ما هنشوف. ممكن تستعملي طابع في عمل البسكوت، ولكن طبعا لو ما عندكيش طابع ممكن تعمليه بالشكل اللي انا عملته، وممكن تزينيه في النهايه او ممكن ما تزينهوش. طبعا ده كله على حسب المتاح عندك. هاخد قطعه من العجين وهتفرديها على كف ايدك، وهتضيفي جواها قطعه البسكوت اللي هي بسكوت الاوريو. طبعا انت مش حتى احنا عاوزين الطبقات بتاعه البسكوت الاوريو تبان، اللي هي الطبقه البيضاء طبقه الكريمه من جوه تبان، وطبعا اللون الاسود بتاع لون البسكوت هيبان مع طبقه العجين. هنا طبعا زي ما قلت لكم مش هنفصل البسكوته، هتحط البسكوته كامله. وفي نوع من البسكوت الاوريو بيبقى طبقه الكريمه اللي في النص بتكون سميكه شويه عندها، انا ده النوع الموجود عندي. ابتديت اشكل بيه البسكوت واستخدمه في الوصفه بتاعتي. زي ما احنا شايفين هاخد قطعه من العجين، وطبعا هنا هحط فيها البسكوت وهبتدي اغطي على البسكوته كويس. وطبعا لو في اي نوع من العجين اي زيادات في العجين ابتدي شيليها عشان البسكوته ما تبقاش تخينه معاكي. هشكل كل كميه البسكوت بتاعتي بنفس الطريقه. طبعا العجينه بتاعتنا ديت ممكن تحشيها باي حشوات مختلفه، ولو مش حابه تحشيها بحشوات ممكن تجيبي قطعه من العجين نفسه وتحطي عليها معلقه من الكاكاو وتحشيها، وهي تبقى دي الحشوه اللي في النص هتديها شكل جميل. لو مش حابه الطريقه ديت ممكن طبعا لو عندك عجوه او عندك ملبن او عندك مكسرات او عندك اي نوع من الحشوات المختلفه ممكن تحشي بيها البسكوته بتاعتنا وهتطلع معاكي باذن الله جميله. هحشي بقى كل كمية البسكوت بتاعتي بنفس الطريقة، وهنا زي ما احنا شايفين ويدوبك بس هضغط عليها عشان تاخد شكل بسكوت الأوريو زي ما احنا شايفين. حشينا هنا كم واحدة وهحشي كل الكمية مع بعض، وهنحشيها دلوقتي وهنكمل كل الكمية، وهنشوف بعد كده البسكوتة بتاعتنا هنعمل فيها ايه. لو نلاحظ تشكيل سهل جدا وبسيط، هنكمله ايه، هنكمل كل كمية البسكوت بتاعتنا وهنشوف بعد كده هنعمل ايه. هكمل كل الكمية بالطريقة ديت، وزي ما احنا شايفين اي زيادات من العجين هبتدي اشيلها. هكمل كل الكمية بتاعتي، وهنا بعد ما كملنا كل الكمية هجيب بعد كده ربع كوباية من اللبن وهضيف عليها معلقة من البن، وهخلط الخليط كويس. وهبتدي هنا بواسطة فرشة هبتدي احطه على البسكوت بتاعي عشان ياخد لون. طبعا هنا ممكن الاضافة دي ممكن ما تعمليهاش، ممكن تحطي البسكوت كده في الفرن، ولكن طبعا لو انت عايزة تاخدي البسكوتة بتاعتك طبعا احنا حاشينها بالاوريو، طبعا لو عايزة تاخد نكهة مختلفة اعملي الطريقة دي. ممكن تستخدمي معلقة من البن او معلقة من النسكافيه، ممكن تستعمليها على البسكوتة بتاعتك. هنا بعد كده عملت خطوط بالشوكة عليها، وبعد كده طبعا ادي البسكوتة بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن.
بسكوتتنا ممكن نقدمها كده، ولكن لو انت حابة بقى تشجعي الأطفال عليها بعد كده ممكن نزينها بالشوكولاتة على شهية خطوط وتجص الهند بالشكل ده. زينت البسكوتة بجص الهند وبالشوكولاتة بنفس الطريقة، ويلا بينا نقسم واحدة مع بعض ونشوف شكلها من الداخل. زي ما احنا شايفين ادي البسكوتة بتاعتنا شكلها جميل جدا وكمان ناعمة جدا لو تلاحظوا من الخارج. ادي بسكوتتنا عملناها بكل سهولة وزي ما احنا شايفين سهلة وسريعة وحشوها بسيط جدا وكمان لذيذة وهتعجب اولادك. استعمليها واستخدميها لاولادك في المدرسة باذن الله هتعجبهم، وطبعا هتغنيكي عن شراء انواع مختلفة من البسكوت. وزي ما قلت لك لو مش حابة تشتري البسكوت الاوريو ممكن البسكوتة بتاعتنا دي تحشيها باي حشوات بعجوة او مبلمل او بملبن او باي حشو عندك انت محتاجاه. زي ما احنا شايفين قسمناها مع بعض جميلة جدا والبسكوتة من الخارج ناعمة ولذيذة جدا. يا ريت وصفتنا لو عجبتكم ما تنسوش دعمكم لينا باللايك، وكمان ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله. دعمكم لينا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.